السلام عليكم، يعطيكم العافية. نكمل شابتر 4، ضايق جزء بسيط منه اللي هو شكل الفريم كيف بيكون داتا لينك فريم، فشكله أو إنه إيش هو الداتا الفريم. Data is encapsulated by the data link layer with the header and trailer to form a frame. A data link layer has three parts: الهيدر والداتا والتريلر. حكينا إنه الداتا تيجي على الداتا لينك لاير من النتورك لاير، بيكون اسمها باكيت، فهي الداتا. اوكي، لما يوصل الداتا لينك لاير بتضيف جزئين من الداتا، الجزء الاول بيسموه هيدر في اول الفريم، والجزء الثاني بيسموه تريلر في اخر الفريم. اوكي، هاي لما تضيف الداتا لينك لاير على الباكت اللي اجى من النتورك لاير هيدر اند تريلر، يصير اسمه فريم. اوكي، فهو مكون من ثلاث اجزاء encapsulated into a frame. The field of the header and trailer vary according to the data link layer protocol. فشكلهم او طولهم الفيلدز هاي الهيدر اند تريلر بيختلف حسب البروتوكول المستخدم. هلا رح نحكي عن البروتوكولات الموجوده في الداتا لينك لاير. The amount of control information carried within the frame varies according to the access control information and logical topology. لكم الـ amount of data اللي راح نحطها في هاي الفريم تختلف حسب الـ information اللي راح نضيفها والـ logical المستخدمة. فمش نفس التوبولوجيز بتستخدم نفس الداتا، ولا نفس التوبولوجيز بتستخدم نفس الطول. فعشان هيك لازم يكون عندي بداية ونهاية. فالفريم بيكون بدايته الهيدر اند فوتر، لازم يكون في عندي فريم ستارت من وين متى بيبدا وين ينتهي. فالفريم ستارت اند ستوب بيسمون هاي الفيلدز، هاي بشكل عام قبل ما ندخل على الفيلدز في الهيدر اند فوتر. هاي سماه باكيت، شايف باكيت لانه اجى من النتورك لاير باكيت، هاي الداتا اجت من فوق اسمها باكيت، بعدين اجت على الداتا لينك لاير، ضافت الهيدر والفوتر او التريلر نفس الاسم فوتر او تريلر، وانكابسوليتد في جزء كامل. اوكي، وان يونت اللي هي بيسموها الفريم. فالهيدر مكون من الفريم ستارت ادريسنج تايب اند كنترول، والتريلر مكون من ايرور ديتكشن اند فريم ستوب. فالفريم ستارت اند ستوب هاي بتحدد وين البدايه والنهايه للفريم. الادريسنج حكينا دائما لازم يكون في الادرس بوينت تو بوينت او هوب تو هوب، هوب تو نكست اذا بتتذكر، اللي هو الماك ادرس، مين الستارت مين سورس ومن الديستنيشن على مستوى اللوكال. نضل نحكي دائما فريم على مستوى اللوكال. التايب الداتا الانكابسوليتد من لاير 3 ايش نوعها. الكنترول الفلو كنترول سيرفيس مخصصه لمجموعه من اشياء بتخص الفريم والتوبولوجيز المستخدمه. الداتا كونتينز ذا فريم بيلوت، هاي الداتا هي اللي بتحتوي على الداتا اللي اجت من اذر لايرز او الابر لاير. والايرور ديتكشن اللي هي حكينا التريلر انضاف اذا بتتذكر، مشان ايرور ديتكشن اذا صار في كوربشن بالفريم مين اللي بيعرف؟ بيعرف الداتا لينك لاير. فالداتا لينك لاير يوزد فور ديتيرماين ترانزميشن ايرور، فاذا صار في ايرور مين اللي بيحدد انه صار في الفريم ايرور؟ الداتا لينك لاير. وحكينا ممكن تعمل كوربشن، واذا ما فيش بالميكانيزم كوربشن فعلى طول بتعمل ريجكت للكوربتد فريم. هاي مكونات الفريم الفيلدز الموجودة. الادرسز برضو هاي الاوريدي الفيجر مرت معنا، اللي هو مسؤولي عنه الفيزيكال ادرس، تذكروا حكينا الماك ادرس الفيزيكال ادرس contained in the frame header، عادة بيكون في الهيدر اوف ذا فريم. هاي الديستنيشن ان اي سي والسورس ان اي سي، اللي هو بيكون في نتورك انترفيس كارد. Used only for local delivery of the frame. هيها local delivery، مستخدم فقط لل local delivery، غير مهمة. Okay, updated by each device that forward the frame. فهو كل device بيعدل على الفريم بيعمل forward أو re-forward، لازم يحدث أو يغير ال source and destination MAC address. فزي ما حكينا بيكون من PC1 ل router 1 بيكون source destination، بعدين بيطلع من هذا الراوتر بيكون هذا السورس وهذا destination،
بعدين يطلع من هذا الراوتر بيعمل له فورورد، بيكون هاي السورس ماك ادرس وهاي الديستنيشن ماك ادرس. ف only for local frame updated هي updated by each device that forward the frame، فهي بتعدل كل ديفايس بده يعمل فورورد للفريم. فهي معنى ايش يعني ماك ادرس او لاير تو ادرس. LAN and WAN frame, the logical topology and the physical media determine the data link protocol. قبل شوي حكينا في أشياء بتحدد الفريم اللي هي اللوجيكال توبولوجي والفيزيكال ميديا من اللي احنا بنشتغل عليه. فحسب التوبولوجي اوكي في عندي ايثرنت، البروتوكولز الموجودة ايثرنت 802.11 وايرلس بوينت تو بوينت هاي ليفل داتا لينك كنترول وفريم لير. هاي مجموعة البروتوكولز الموجودة في الداتا لينك لاير. كل بروتوكول بيرفورم ميديا اكسس كنترول فور سبيسيفيك لوجيكال توبولوجيز، فكل واحده من هاي البروتوكولز بنفذ عمليه ميديا اكسس مختلفه حسب طبيعه البروتوكول نفسه. الداتا يونت هاي اوريدي حكينا عنها، انه بيكون عندي في الابلكيشن لاير اسم الداتا يونت مسج، حكينا انه الداتا اللي اجت من اليوزر. الابلكيشن لاير بتضيف الهيدر ببكتهم انكابسوليتد في وان يونت بسموها مسج. بعدين بتنزل هاي المسج على ترانسبورت لاير بتضيف الهيدر اللي خاصة فيها ببكتهم انكابسوليتد في وان داتا يونت بسموها سيجمنت. بتنزل على النتورك لاير، نتورك لاير ببكت بيضيف الهيدر اللي خاصة فيه انكابسوليتد الداتا مع الهيدر اللي ضافها بسموها باكت. الداتا لينك لاير تيجي الباكت من النتورك لاير بيضيف الهيدر والفوتر. شفتوها هي application بتضيف header، transport بتضيف header، network بتضيف header، data link layer بتضيف header and trailer ببكتهم مع بعض encapsulated مع بعض. الداتا يونت بصير اسمها frame، وبعد هيك بتروح على physical layer مشان يحولهم لبيتس، وبعد هيك يتحولوا لسيجنال مشان تقدر تروح عبر الميديا. فلحد هون بيكون خلصت chapter. بتراجعوا انت من خلال هاي الterms الموجودة وبتشوف انك انت فعلا قادر انك تعمل controlling على الترمز الموجودة وتحدد كل واحدة إيش معناها. يعطيكم العافية وبالتوفيق للجميع.